السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الخيول ليوم الاثنين في باري فانسن، وغتكون في الديبار وتستار في الكورسة الأولى على ما أظن. غتكون في الكورسة الأولى في الرينيو آه في الكورس بي، غتكون في 75,000 أورو، 16 عود، كوردا غوش، جران بيس، ديبار أوتوستار. 16 عودة الإخوانية هذه بالنسبة للتوقعات ديال الصحافة. كما كنشوفوا فاست تايم كاين غراس دي ديجون رقم 8، وهاد غاليلو بيلو رقم 3 ديال دوناتي اللي ديسكاليفا، وبجوج 7-3 كانوا ديسكاليفا في آخر كانتي ديالهم. 7 ما كانش مرشح أنا ذاك لأنه كان في فيري، 3 كان مرشح باش بلاصي سعادر ديسكاليفي. كان من بين الخيول المرشحة والخيول اللي كانت بلاصات كان إيبيغتون هو اللي كان دار 5 بلاس. ربما في الخيول اللي كانت بلاصات هذيك لالين ديال الان كما كتشوفوا 6 دوزيام والان 4 والنف 7 والطريس 5 ديفيلي، كان ديفيلي 4 بيتريس هو يدير لنا 5. هنا الاخوان كما كنشوفوا 3 دوزيام والويت 5 والنف 7 في باري فانس في 1850، وكذلك الكات كان دار 8 والخمسة عود ديال جون ميشيل وزير كان دار نون بلاسي. 3 غانيو اخر كان كورسا ديالو في 1850، التريز كان دار 2 بلاس، 8 غانيو في فانسن 1850 والخمسة كان دار 2. الكورس الاخرى ربما كان فيها ما بينوش، ما حطوش لينا الريفيرونس ديال الكورس الاخرى. كما كنشوفوا الخيول اللي كانت بلاصات امرو دو فاييز رقم 11 وشورت ان كاش عاود ايترونجي، هما مارسيلو ويب عاود ايترونجي، وكذلك انغو عاود ايترونجي. الكورسة كانت جات قريبة، كانت جات في الفافوري، فافوري كورسة كانت جات فافوري. كما كنشوفو غراس دي ديجون هو المرشح، 3 و7 و13 و6. بالنسبة للخيول اللي غتكون هنايا كاين الكات والان والدو فلاور باي ماغارو، فلايا كالوما غتكون عندها 1 بوان، الخيول اللي غتكون عندها 0 بوان، كامين جافا غيكون فيري، وغو فور دي جولد رقم 10 دعود ربما ديال دوفال ديستان، فالكو بيغي اونسيان ديال جون ميشيل بازير غادي يكون ديفيري وغيكون جاي خاسر. يعني إيريكا دوفري كذلك سبيسياليست في الاوتوستار مي غتكون في البريباراسيون، إيكلا دونوا و إيلي دون بيير و إيست فانجيال هادو هما صحاب 0 بوان. نختارو منهم الإخوان، نختارو منهم فقط الخيول اللي تقدر تخلق الحادث وصافي، وتكون مواجدة وتكون ديفيري كاتر بي. فاست تايم هو الانديس، يعني عود عنده كرونو قوي، وغالبا كي فلاور باي ماغالو كان دار لينا 5 و ستيفن جيال كان دار لينا 9 و فلايا كالوما كان دار ديسكاليفي ب 56 على نمرة 8. اوكي اخوان، فلاور باي ماغالو غادي يركب على انطونيو باري، انطوني باري هذا عاود ديال بيريرا باقي عقل على هاد الكانتي على ما اظن. ربما العود اللي كان ديسكاليفا فور ايمي سيلوا فلايا كالوما هما الخيول اللي كانوا ديسكاليفا. ضروري ضروري الاخوان نختارو في الزيرو بوان، في الزيرو بوان جيبولو دو مارس كان دار لينا واحد الكورسا مع جون ميشيل بازير كعود فافوري 2022 في شهر 6 في الكورس دي، خلق الحادث اخر كورسا. والواحد كما كنشوفو جو فور ربما هذا كان دارها في شي مسافة اخرى في المونتي في 2175 مونتي ايغال عود ديال توفال ديستان. اذا اخوتي كما كنشوفو كاين بزاف ديال المعطيات اللي غيديفيري بور لا بروميير فوا هو الكنز. بالنسبه للكنز شنو غيوقع له في الديفيراج، غيدير واحد النقيطه جوليس فيلو غروسو
هذا عاود عاد تبدل ليه الجوكي ديالو، ولكن عنده شي مشكل هاد العاود. دا عاود راه ما كيكونش في الديليسي هاد العاود، عنده يلا كيجري جوج كورسات في 2023، يلا كي تيرجع هاد العاود، عاود ديال 90,000 أورو. الكانتيات نقدروا نحسبوهم 100% على ما أظن، كاتريام، دوزيام، ساتيام، سانكيام، سيزيام، ربما في الفور. دونك واحد العود اللي ما الكانتيات مزيان فيهم، غيكون في الديليسي. يعني شحال عندهم من الكانتي؟ 10 الكانتيات، 8 ديال لابلاس، وغالبا لابلاس ديالو كتكون ما بين كاتريام سانكيام. اخر كانتي ديالو كان دار فيه سانكيام في الجروب، في الجروب طروة، على ما اظن هادي جروب طروة في الفانس 2850، كاتريام في 2850، دوزيام في 2700، دوزيام في 2700، سانكيام في 2700، في 60,000 أورو. كاتريام، دوزيام، عاود الإخوان صراحة. وي ديال دافيد هيون، وي إخواني الكرام، هذا عاود الإخوان مع مارسيلو ويب. إذا كان الإخوان شي شواقر، إذا كان بريباري هاد الكنز، إذا كان بريباري ما غيودرهمش الإخوان هاد العود. إذا كان بريباري عندك هما إيكلا دينوا، هذا عود ديال لورينار، وخا نقولوا ديال لورينار ما كيديرش لينا هاد ادفانسن بزاف هاد لونترينور، مي يقدروا يخلقوا الحداد ديك إيكلا دينوا وإيلي دون بيير. فالكو بيري، فيليب لوكان ديال فيلو غروسو، هذا عاود ديال البازير، اخر كورسة ديالو في اوتوستار في باري فانسن، كنظن مع جون ميشيل بازير، اخر كورسة في ديبار اوتوستار 2023 في شهر واحد. الكسندر افريبار في 69، وكان مشى عليه، مشى معاه الواحد، الواحد كان خسر، الواحد عاطينو علي فافوري. مي هذا عاود ديال فالكو بيري ديال جون ميشيل بازير، جون ميشيل بازير، جون ميشيل بازير هو المدرب ديالو، وكان تيمشي عليه جون ميشيل بازير. عاود لي بارك له سيز نمرة 13، غادي يبقى الإخوان هذا عاود في الديليسي، في الديليسي. شحال من عود في الديليسي؟ الخمسة والعشرة الإخوان لا علاقة، ولكن ديك فالكو بيري مع الكنز، الكنز الخوتة، وخا عنده واحد تروازيام صورتي، إلا كان شي 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 عود في الأوتسايدر راه هو هذاك الكنز، بالضبط في الكنز. بالنسبة للأوتسايدر ديال هادو، أتوقع غيكون ما بين الكاتورز والسايز. نشوفوا السيز الاخوان واش عنده التوقف او لا، او فقط جي كاشي هاد العود. كوكتيل جيت، جون لوك ديزوار، اخر كورسة ديالو في شهر 10، تا هو كان رونبري تا هو، ورجع له الديفيراج هنايا. تبقى الاخوان لوجيك، الاخوان تبقى مور اكس صراحة. خصني ندخل التوكار، لان التوكار غيكونوا تما في ال 14 وال 15 وال 16. بالنسبه للفافوري الاخوان، الفافوري هذا دخل، هذا الفيميلا كان دخلت في الاوتسايدر، خلقات الحادث اخر كانت ديالها في 75 في 2700، وحصلت على دوزيام بلاس ب 36 مع فريدريك السيني. والان كاتريام بلاس ب 16 فرانك نيفار. ما عليناش، ناخذ لا سيليكسيون ديالنا، لا سيليكسيون ديالنا. الدور اخوان، الدور غيكون باص رقم جوج، غادي يكون كقاعده. الخيول اللي ما عنديش الاخوان شكيت شك فيها وصافي،
الكارت البيرتون شك فيها هاد العود ماشي ديال لوتوستار. المهم الخوت نيفار خلى الطروة وطلع الان لوجيك خص الان ان و دو و التروة و السات و الويت ان و دو و التروة و السات و الويت هما راه ثلاثة د الخيل هنايا الان و دو و التروة و السات و الويت. غادي نزيدكم الاخوان 14 16 15 14 16 15 هادو هما الاختيارات ديالي فافوريا. الجوج غيكون كقاعدة الاخوان. فالصايم الاخوان غادي يرجع ديك اللياقة ديالو بالديفيراج. عود تنظن انه خصو يكون حاضر الى ما دار شي خطا. الى ما دار شي خطا الاخوان غادي هو اللي يربح لاكورس لانه دار لنا البوردو. هو عود ماشي كو ماشي درواتي هو ولد الفانسن. غالبا كيمشي فيري دابا غيرجع له الديفيراج. اوتوستار كان ربح لنا الكانيو ديالو في الكورس سي. المنافسين ديالو هو طواويت. المهم الاخوان نحاولوا نديروا شي ديرنيير ميليت ان شاء الله في الصباح الباكر ونحطوا لي باز ونحطوا الفرانشوفال تيرف ونحطوا كذلك نون سيتي والدو سيركات. هذا ما كان. المهم لي زوت سايدر ديال لاكورت هما لي كرون نيميرو 14 15 16 بالاخص 15. هذا ما كان. دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه.